إن الجزائر التي تعي جدا ثمن انتزاع الحرية لن تتخلى عن مساندة القضايا العادلة ودعم الشعوب المضطهدة التي تكافح من أجل التحرر. ومن هذا منطلق سعت على الدوام إلى دعم القضية الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقوقه غير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 جوان 67 وعاصمتها القدس الشريف. طبقاً لقرارات الشرعية الدولية وكتعبير عن موقفها ودعمها للقضية الفلسطينية العادلة، بادرت بلادي نهاية السنة الماضية بإشرافي شخصي بعقد مؤتمر للم الشمل من أجل توحيد الفصائل الفلسطينية تكلل باعتماد إعلان الجزائر. أغتنم هذه الفرصة لأدعو محكمة العدل الدولي إلى الاستجابة لطلب الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة المؤرخة في 30 ديسمبر 2022 بإصدار رأيها الاستشاري حول الممارسات التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف. كما أدعو من هذا المنبر مجلس الأمن إلى إصدار قرار يؤكد بموجبه حماية الحل الدولتين التي يحظى بإجماع دولي ووقف الأعمال أحادية الجانب للسلطة القائمة على الاحتلال وعلى رأسها الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. مع تجديد المطالبة، وألح على ذلك تجديد المطالبة بعقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة فيها. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.